اليوم وزارة الكهرباء يعني صار نظام الصيانة عندها استاذ محمد نظام الفزع. ايه العشيرة شوك تلتم من الصير طلابه زين، بينما بالايام الطبيعية بس على الواتساب واحد يراسل الاخ. احنا اليوم الزعفرانية مثلا حضرتك شفت المظاهرات بيها، بالناصرية مظاهرات، بالبصرة مظاهرة. ليش اخلي المواطن يطلع عليه مظاهرات واصلح لك كهرباء واخليها تستمر عده؟ ليش ما انا من البداية اعالج هذه المشكلة وعالج الخطأ؟ اذا انا عندي وزارة وعندي متابعين وعندي مستشارين ومدراء عامين، انا ليش اخلي الشعب يطلع عليه مظاهرات؟ يلا اعالج الكهرباء زي. مو انت من تعالجها ورا ما اطلع عليك مظاهرات وتعالج لي اياها، معناه انه انت عندك اهمال وتقصير ومتقصد بإيذائي. والا الكهرباء يجي بعض الاحيان مثلا استاذ محمد بالانتخابات، قبل الانتخابات بثلاث ايام الكهرباء ما تنقطع بعموم العراق. ليش؟ ممكن احد حتى ما تنشمل بالقطع المبرمج. شنو يعني لان تعتبرون المواطن العراقي يمتلك الذاكره السمكيه على مدينة سالام 4 سنوات ماضيه؟ هذا ما تعمل به الوزاره.